ما بدك تاكل شي لقمة؟ ماما قالت لي حتى اسألك. ما اي نفس، لا بدي اكل ولا بدي اشوف حدا غيرك بهالأوضة، لا امي ولا بي ولا حدا. مثل ما بتريد يا باشا، رح وصلن هالخبر. لحظة يا نجلة، خليك شوي هون. نعم. عرفت اليوم شو صار؟ نعم، هذا الشيء اللي مزعلك. انت وياسمين عايشين كل النهار سوا، وبالليل بتناموا بنفس الأوضة. انت شو رأيك فيها؟ بصراحة يا باشا، ما بدي غير الصراحة. بنت شريفة، نظيفة وكتير عاقلة. ذكية. كتير ذكية. مشان هيك ما حدا قادر يكشفها ويكشف خداعها وقلاعيبها. عفوا يا باشا، بس الكلام اللي قلته ما بينطبق أبدا على ياسمينة. ما بعدنا بنحكي عن الذكاء. طلعت أذكى مني ومن كل العيلة. بدك ما تواخذني بهالكلمة يا باشا. حضرتك قلت إنه بدك الصراحة، وأنا بعدني عند كلمتي. ياسمينة صحيح إنه ذكية، بس صادقة وفية، عندها إخلاص وبتخاف ربنا، ما بتعرف الكذب ولا الاحتيال. منا محتلة وبس، ضحكت عليكي وعملت لي غسيل دماغ كمان. برجع بقول عفوا يا باشا، بس أنا مني قليلة وصعب كتير إنه ينضحك علي. بقدر روح؟ روحي يا نجلة، روحي. ما بدي احكي معك وما بدي احكي مع حدا بهالبيت. فكرتك رأيت جيت احكي معك. اذا ناطر جوابي خد جواب من الباب اللي تسكر بوجهك. ماشي الحال، ما بقى استغرب قلة التهذيب من شخص عم يلعب على الحبلين بين سمية وياسمينة. ما تتزيك علي حتى تبرق حالك وترمي التهم علي. شفتك بعيني كيف كنت عم تضمها لصدرك. سألتك ما نكرت وما اعترضت على كلامي. انت المحتال اللي بتلعب على 100 حبل مش على حبل واحد. سمعتني اكيد. اكيد سمعتني. وين جوابك؟